يا جماعة إلى وقت قريب والله العظيم أقل من 20 سنة هناك وإلى الآن يوجد فروخ هؤلاء. كان هناك من يحرم حتى التصوير الفوتوغرافي، ممنوع حرام تصوير فوتوغرافي، قال لك إلا للضرورة، صورة في جواز السفر أو شيء مثل هذا، غير هيك ممنوع. عجيب يا أخي، اليوم منطق العالم هو منطق الصورة أكثر منه منطق الكلمة. اليوم الصورة تفعل كما يقول المثل الصيني، الصورة تفعل أكثر مما إيه تفعله إيه 1000 كلمة. صورة 1000 خطبة لا تفعل فعل صورة. اليوم منطق الحياة كل اليوم منطق صورة. بعدين بالله عليك، أنا إذا أردت أن أفهم نظرية في وظائف الأعضاء في علم الحيوان في علم كذا، من أين وكيف أفهم إذا ما فيش صور؟ صور لحيوانات، صور لبشر، صور لأجساد بشرية، صور لناس، حتى المعجمات تكشنز، المعجمات الصغيرة أيها الإخوة في الغرب، هنا لاروس وغير لاروس وكذا، فرنسي ما في، يكتب لك اسم حيوان صورته إلى جانبه مرسومة أو مصورة تفهم. لكن اقرأ عاد أنت معجمات مثل الزبيدي ومثل الفيروز أبادي صاحب القاموس، واقرأ ما شئت في وصف حيوان والله لن تعرفه. حيوان لطيف أنيق بالرجلين مش عارف فيه سوداوين وكذا كذا ويأكل كذا وتغذى، ولا مش فاهم حاجة أنت مش عارف. ويطلع في الأخير الحيوان هذا إيش مربي جارك وشفته مليون مرة، أنت مش هتفهم بالصورة، انتهينا هذا الحيوان هذا. لذلك لما سئل رينيه ديكارت فيلسوف والمهندس والعالم الكبير، عالم وفيلسوف ومهندس، سئل من أين لك كل هذا العلم بالجسم الإنساني، وكان صاحب نظرية ميكانيكية في تفسير فيزيولوجيا البدن وعمل البدن، من وين لك العلم هذا؟ علم خطير فضيح، هذا مش هذا غير مأثور عن جالين، عن جالينوس، جالين لا يقول هذا، من وين أتيت بهذا العلم؟ أخذ يد السائل أدخله على مشرحته، قال له من هذا؟ وأشار إلى إيه؟ إلى كوربس، إلى جثة ميتة لايخة. قال هذا أستاذ، هذا هو انتهى، هذا هو.